بيلم وبيلعبها لجابرييل، عدى مشي، هيحصل ايه؟ ركله جزاء. يا خبر ابيض، حلوه الكره، عدى وعلى طول كابتن محمود الدسوقي بيشاور، هو على طول تدخل قوي جدا جدا. اشرف مجدي من افضل لعيبه الجونه حتى الان في ال 19 دقيقه اللي بتلعبه. طب طالما في بقى ركله جزاء، حتى الان تم احتساب 30 ركله جزاء في 45 مباراه، 30 ركله جزاء، 19 تم تسجيلهم و11 ضاعت. ادي جبريل لف كويس قوي، بص تدخل، اعتقد يعني تدخل كان صعب جدا من محمود منصور، اختل توازنه لان هو راح اصطدم كده باشرف مجدي، وركله جزاء للجونه قد تشهد اول اهداف اللقاء. الجونه عندهم المتخصص احمد بن حاج، لو بصينا لنادي الجونه حتى الان تم احتساب له ركلتي جزاء، سددهم احمد بن حاج امام سموحه، واتصدت منه في ماتش الاتحاد، لكن من جديد احرزها في شباك سيد البلد. يبقى اتحسب له قبل كده ركلتي جزاء، الداخليه اتحسب عليه ركلتي جزاء قبل كده وتسجله، يعني محمود الزنفاني لم يتصدى لاي ركله جزاء، دي ركله الجزاء الثالثه على الداخليه. طبعا احمد بن حاج حتى الان في الركلتين السابقتين في لقاء سموحه والاتحاد حطها في الزاويه اليمنى، هيعمل ايه في هذا اللقاء في مواجهه الزنفاني؟ توقعوا معايا الزاويه، شمال ولا يمين ولا في الوسط؟ هيكمل على اليمين ولا في الشمال ولا فين؟ جوه، جول جوه، جول جول جول، حلوه، حطها جميله ملعوبه احمد بن حاج. هو محمود الزنفاني مذاكره ان هو ركلتي السابقتين كان حاططهم في اليمين، لكن المره دي بشكل جديد احمد بن حاج يحرز خامس اهدافه هذا الموسم، وارقص يا عم وانبسط طبعا بهدف جميل جدا جدا ببطن القدم على شمال الزنفولي. 1-0 يتقدم نادي الجونة بعد مضي 21 دقيقة من احداث هذا اللقاء. هنشوف اكيد بقى الجونة هيعمل ايه، نتمنى يكمل في الهجوم، ونتمنى الداخلية بقى يبدأ يفك الدفاعات بتاعته ويبدأ يشاطر الهجوم ويشارك في الهجمات. هنشوف مباراة احلى واحلى، بس حلوة حلوة ملعوبة من احمد بالحاج ابن الحسيمة المغربية، طبعا المدينة الجميلة الساحلية، واضح ان هو شغال كويس في المدن الساحلية.